السلام عليكم. نطقت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سيدي بلعباس مؤخرا بعقوبة قاسية جدا في حق سيدة بعدما حاولت استدراج تلميذة عند خروجها من المدرسة الابتدائية بغرض استغلالها في السحر والشعوذة، وقامت بوخزها بالإبرة حيث وجهت لها تهمة خطيرة عن طريق الاستدراج المقترن بظرفي شعوذة بجوار مؤسسة تعليمية. وتعتبر هذه القضية والتي فصلت فيها محكمة الجنايات من بين القضايا والتي أثارت جدلا كبير في المجتمع الجزائري في الأشهر القليلة الماضية عقب انتشار العديد من الأخبار تفيد بوجود شبكة تقوم باستدراج تلاميذ عن طريق وخزهم بمادة مخدرة غير معروفة. وقالت مصادر إعلامية كانت متواجدة في المحكمة أن المتهمة حكم عليها ابتدائيا بالمؤبد لتكون عبرة لغيرها.